عفاف رح نروح لمحطة تانية ومحطة جدا مهمة، وخصوصا بهذا التوقيت يلي طبعا العالم عم يشهد فيه تبدلات وتغيرات بالطبيعة والبيئة وزلازل عم بتأثر على المباني. رح نحكي أكثر عن أهمية الصيانة الدورية للبنى الإنشائية، أهمية هي الصيانة وهل تحتاج الأبنية دائما إلى صيانة، شو التوقيت المفروض يكون موجود فيه مثل هي الإجراءات، كل هالشيء رح نتعرف عليه وعن دور لجنة الترابط الإنشائي. أكيد سلمى، واليوم كمان المواطن في له دور كتير كبير بالوقاية بحماية بيته من التشققات والتصدعات أكيد، وللكشف كمان عن هي التشققات إمتى بتكون خطيرة وإمتى ممكن تكون عادية. فأكيد دور المواطن بيلعب دور كتير كبير بالكشف وحماية مسكنه أكيد ما بدنا ننسى، وغيرها كتير من الاستفسارات اليوم ما رح نجاوب عليها سوا مع المهندس غسان معلولي رئيس لجنة الترابط الإنشائي في محافظة دمشق. صباح الخير أستاذ. صباح الخيرات، نهاركم مبارك. أهلا وسهلا بخير. بخير إن شاء الله ميلاد مجيد على وطننا الغالي. أهلا وسهلا، شعبنا الطيب. يعني السنة الماضية لما صار الزلزال والكارثة اللي صارت بسوريا، الناس فائت على شيء يمكن بكتير أوقات ما كانت منتبهة عليه، وخصوصا أنه يعني الحرب أيضا أوجدت مشاكل بالبنى التحتية لكثير من الأماكن، كان أبرزها برز بحلب وشفنا في أبنية كانت تتساقط حتى قبل الزلزال. السلامة الإنشائية هي سلامة ضرورية، في بعض صغار النفوس، في كثير متعهدين مثل ما بنعرف بيتغاضوا بعض الإجراءات الضرورية فبيؤدي إلى كارثة فيما بعد. انطرح مفهوم السلامة الإنشائية، خلينا نحكي ولو نذكر شوي شو بنقصد بالسلامة الإنشائية بالمباني. السلامة الإنشائية المقصود منها هي حماية المكان السكن أو مكان الإقامة للمنشأ اللي بيقعد فيه المواطن. المنشأ هو عبارة عن تركيبة، هو كيان مؤلف من طبعا من أعمدة وأساسات وجسور وبلاطات، بيتون مسلح طبعا أغلب الأبنية. هذا الشيء لازم يعني بعد ما صار حادث الزلازل أو زلزال مؤسف على بلدنا الغالي، تنبهت المواطنين له إنه لازم الواحد يتابع أو يكشف على البنية الإنشائية للبناء ويشوف إذا في ضرر أو تضرر ممكن يعالجه في بداياته. في يعني اليوم استاذ كثير عم نسأل ونتساءل حتى لحد هلا صار مو بس الصدمات النفسية، الصدمات بالبنى التحتية والبيوت كمان لساتها موجودة، في أهالي لساتهم موجودين ببيوتهم رغم وجود بعض التصدعات. اليوم كيف ممكن أو كيف ممكن حماية هذا المسكن من أنه ينهار لدرجة خطرة أو تؤدي بوفاة الأهالي اللي موجودين فيه، أو أنه خلي هاي التصدعات ممكن تكون عادية، كيف ممكن نكتشف هذا الشيء؟ طبعا احنا جهاز فني هو لجنة الترابط الإنشائي تتبع لمحافظة دمشق. طبعا الوحدات الإدارية بكافة المحافظات مهمتها تكشف وتتابع وتعاين أي حالة إنشائية وتضرر. طبعا بعد ما صارت حادثة زلازل أو زلزال تنبه المواطن وصار يخبر الوحدة الإدارية، ولهلا ما زال يعني في ناس بتخبر إذا صاروا شافوا أي عيوب إنشائية أو أي ضرر أو أي خطورة هبوط أو انخفاض بالأرضية البيت أو المسكن أو البيت أو الدار. اللجنة الفنية أو المختصين هن بيقدروا قيمة الضرر وأهميته ومعالجته، ويفضل دائما معالجة الضرر من بدايته أو مشان درءا لأي تطور ممكن إذا انترك أو ادعى العقار أو البناء يصل لمرحلة يتعذر إصلاحه، ومن الغير المجدي اقتصاديا أنه تدعيمه أو ترميمه وصار بده هدم وإعادة بناء. صحيح. طيب أستاذ، يعني نحن شفنا كان في مراحل عم بيتم العمل عليها اللي هي لجنات بتطلع كشف بالبداية بتشوف أحوال البناء، ولكن هي بالأساس مبنية على إخبار المواطن انه انا شفت في تصدع بالحيط او لا او كذا. خلينا نحكي عن الاشارات البسيطه. طبعا بدنا نحكي عن المنشأ هو عباره عن كيان هندسي بسميها نحن الجمله الانشائيه، اللي هي مكونه من الاساسات من الاسفل، شناجات الرابطه، ثم الاعمده او العضادات او العمدات، والجسور او الجوائز الساقطه، والبلاطات اللي هي اسقف. طبعا المادة المكونة لها هي البيتون المسلح، يعني الاسمنت، خلطة الاسمنت مع الحديد تشكل وحدة واحدة تضمن سلامة البناء. في حال اي مواطن لا عيب بهي الحالات هي بالعناصر هي او تشققات. طبعا نحن دمشق تعرضت للزلازل و
وتعرضت للحركة وحسينا عليها قبل ما يحس عليها البناء وتحرك. طبعا خلال لجان اللي طلعت لقيت انه وعاينت وفرزت الحالات اللي شافتها، واغلبها الحمد لله اللي شافتها هي عبارة عن عيوب وتشققات بسيطة بالقواطع والجدران الفاصلة، هي ما كانت مضرة لكن المواطن ما بيعرف يميز بينها وبين أجزاء أخرى بصراحة، مثل العمود أو الجدار الاستيناد هي هون الخطورة فيها. وطبعا هي إلى خصوصيات، يعني بلش بتنسيمة بسيطة بعدين بتطور بعدين بصير تنسيمة شعرية بعدين تكبر بعدين تتصدع بعدين بتشقق. طبعا يعني هذا بده مراقبة وإجراء متابعة. الحمد لله أغلب الحالات اللي ميزتها اللجان اللي طلعت لقيتها أنه حالات غير خطرة، وأغلبها بالديكور أو بجدران الغير حاملة اللي هي نتيجة أنه المنشأ تجاوب مع الزلزال راح وإجا، لكن الأجزاء الثابتة تشققت. مما يعني انه البناء اللي عندنا اللي باغلب بالابنيه الحمد لله متينه وقاومت زلازل، يعني تصدت للزلازل ومشيت معه جاوبت معه لكن ما تضررت الحمد لله. طيب اليوم استاذه في كثير من المخالفات موجوده، قد ايه ممكن هي الابنيه المخالفه انه تكون او تلعب دور بتضرر الابنيه، ممكن تسبب شيء؟ طبعا اثبتت تجربه الزلازل الاليمه اللي تعرضنا لها انه الابنيه اللي تعمرت بموجب ترخيص وفق الكودات الهندسيه ومتابعه واشراف من وحدات الاداريه والنقابات المهندسين، نقابه المهندسين بفروع المحافظات، اثبتت صلابتها وتحملها للبناء. الحقيقه انه تنبهت الاجهزه الاداريه ونحن بمحافظ دمشق على راسهم السيد المحافظ ومتابعه حثيثه لموضوع عدم إنشاء المخالفات، وثبت لما صارت الزلزال أكثر شيء تضرر من الأبنية عادة لما بتحرك البناء أو تعرض، طبعا معروف الزلزال بتحرك أفقي يمين يسار أو شمال جنوب لو فرضنا، بتساقط المواد الإكساء، بتساقط الشرفات الزايدة، بتساقط الأبنية المحمولة إضافي. طبعا بناء مصمم مثلا حمولة 10 طوابق أو 5 طوابق، لما نحط طوابق إضافية سبب إجهاد للبناء، سبب حمولة غير محسوبة. اللي صار انه لما عم تصير المخالفات عم تصير بموجب ليست بدراسة، ليست حائزة على السلامة العامة او السلامة الانشائية، وبالتالي لما صار تضرر عم يصير تضرر بشكل مباشر للمخالفة، بتكون بعدين غير مترابطة عضويا او انشائيا مع جنة البناء. لما بيهتز البناء الشيء مو مترابط هيك مو مسكون بيوعى. صحيح، يعني احنا عملنا جولات يمكن السنة الماضية فورا بعد الزلزال بمدينة دمشق وشفنا بعض الأماكن، يمكن بعض الأماكن العشوائية كانت هي الأكثر تضررا، وفي أضرار قديمة يعني مثل ما بيقولوا أضرار من سوء الاستخدام. هلأ بنعرف الكل صار يلجأ لألواح الطاقة الشمسية حاليا، فإذا كان في خطأ بتركيبة هي ممكن تأثر على سطح البناء، ممكن تعمل مشاكل. خلينا كمان ننبه الناس باعتبار هلأ صارت هي وسيلة يعني لتوليد الطاقة الكهربائية. صحيح. بوسط الأزمة أساساً اللي عايشينها بعدم وجود مصادر للطاقة الكهربائية. ستنا ألواح الطاقة الشمسية صارت شيء مطلب حق أساسي. يعني أساسي ومتابعة. ننصح نحن ونوصي انه تتركب بعنايه وبشكل فني وموثوق، اول شيء تتوثق وثاني شيء تنحط بحيث تقاوم للرياح. عندنا نحن الرياح تجي من الجهه الغربيه وتوصل احيانا لسرعات كبيره، ممكن بمكان اللوح ينفك او يتطاير حتى طريقة وضع البرغي. أول شيء طريقة وضع ارتكازه ممكن يرتبط مع جملة إنشائية يسبب ثقب للبلاطة آخر طابق، دخول المياه إلى البلاطة تسبب تسرب مياه على الجوار، صدأ لمادة الحديد المكونة اللي بيتم مسلح. موضوع مقاومة الرياح أنه لما يكون مدروسة ومقاومة للرياح، وبالتالي حققنا أنه أنجزنا حطينا لوح طاقة مقاوم للرياح ومحقق المردود بنفس الوقت ما سبب خطورة. الخطورة وين بتنجو؟ مواطننا لازم يعرف انه لا سمح الله لما يصير عاصفه يصير شيء عم يصير خطر على الماره على الارواح على الممتلكات الخاصه والعامه، وهذا في مسؤوليه جزائيه. يعني انا لما يصير عندي شيء ضرر صار للغير مسؤول عنه هو مالك البناء او الحائز او مالك المعدات هي الموجوده. وكذلك كمان يلفت نظر لموضوع الخزانات، كان يصير احيانا فتره شح بالمياه ويضطر المواطن يجيب كميه كبيره من الخزانات ترتكز بمكان معين بالسطح، مو محطوطه بشكل فني. معروفه نحن البلاطات او التصميم الابنيه حمولتها لو فرضنا على المتر على المتر المربع 400 كيلو. انت لما تجيبي خزان مي 2000 كيلو مرتكز على اربع رجلين، وبالتالي معناتها كل
كل طرف كل مقطع 5 ب 5 سنتي مرتكز عم 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 يسبب حموله 500 كيلو بهال 5 سنتي، وبالتالي يسبب ثقب ويسبب اجهاد للبناء. معناتها بنرجع لكلامنا انه نحن في سبب للمشاكل الانشائيه، هذا السؤال ممكن يكون عندكم، انه سبب المشاكل اول شيء سوء بالتنفيذ لو فرضنا، لكن في مسؤوليه على المستثمر. المستثمر لازم يعرف انه هذا البناء انا مستثمره سكني، لما اسويه تجاري او صناعي حط مكانات ومعدات واهتزاز وحركه، او صاله بلحظه بيصير 200 واحد بنفس المكان، هذا حموله غير متوقعه، معناتها انا اسات استثماره، احيانا مو من تنفيذ البناء، احيانا من استثماره واستهلاكه. الشيء الثالث لازم ننبه عليه انه موضوع البناء هو عباره عن كيان، هو عن وجود، هو بحاجه لصيانه دوريه. هالصيانة الدورية دائما درهم وقاية خير من قنطار علاج. يعني الصيانة الدورية بتنبه إذا في شيء عيوب أو تشققات بسيطة، مثل ما نحن بدنا ندهن أول جديد، نبلط أول جديد، لقينا شيء بسيط، كثير حالات الحمد لله تنبهنا لها أو تنبهنا عليها المواطن، تجاوزنا خطورة مستقبلية وحققت ديمومة للبناء المنشأ. مثل ما قلت لك كل فترة بشكل دوري المواطن لازم يتابع، يلاحظ أي شيء شاذ، أي شيء غريب من البناء، تساقط من مواد. الفت نظر لشغلة، هلأ لما بصير هواء وبصير عواصف بتساقط الواح بلور على الطريق، بتساقط سيراميك الإكساء الواجهات، سيراميك الجرانيت أو الحجر الإكساء الواجهات، هذا الحجر المحطوط للإكساء له عمر التصميمي، أحيانا في سوء بالتنفيذ، أحيانا مو مثبت بشكل فني، لا سمح الله اذا سقطت اي قطعه او شيء بسبب شيء ضرر تقتل بني ادم، يتعذر تداركها. ونحن هذا يعني حرص محافظه دمشق على سلامه المواطنين وراحه المواطنين. السيد محافظ استاذ طارق كريشاتي بيتابع بشكل مباشر هالحالات هي، ونتجنب يعني محافظه دمشق صحيح احنا المواطن ببلغنا اذا في خطوره، اول شيء المواطن في حال عفوا عدم اهتمام او لا مبالاه او ما انتبه، دائما العيوب الانشائيه بتبين ما بتتخبى، يعني انا اذا خبيت عندي بدها تظهر عن جاري، بتظهر عن اللي فوقي، واغلبها هي بتكون احيانا سوء تنفيذ او سوء استخدام، واحيانا تسرب مياه، تسرب مياه بيعمل هبوط للبناء او انخفاض، هبوط تفاضلي، اذا ما تدارك من بدايه بيصير شيء ما بنلحقه. مثل ما قلنا الواجهات، الحجر، في عندنا شيء اسمه كمان الدور العربيه القديمه، هي كمان المواطننا لازم يتنبه ونوعيه انه بحاجه لصيانه دوريه، وخصوصا الواجهات الرئيسيه، اللبن، الخشب، الطينه، هي على تساقط الامطار بتنتفخ بتطبل، الاجزاء الضعيفه بتتساقط، هي بتتساقط احيانا بشكل مفاجئ المواطن ما بيحس عليها او ما بينتبه لها، ممكن تتساقط على السياره على الماره، وهذا الشيء ما بنريده نحن، ما بدنا نضر لاي حدا. طيب غير سوء التنفيذ وخلينا نقول انه المياه كمان، شو في عوامل ثانيه بتسبب التصدعات والتشققات والهبوط كمان، او ممكن نحن بنقدر نتلافاها كمان، ولا في شيء بيصير فجاه؟ صحيح، في غير سوء التنفيذ في سوء الاستخدام، وفي ملاحظة يعني تنبهنا لها كمان، اخوتنا المواطنين لما بيرمم بيته بيحب انه يعمل صالون بدون عمود، بيتعاون مع بعض زملائنا المهندسين بيعملوا تدعيم مؤقت، بيحققوا انه لغينا العمود او لغينا الجسر مشان حفاظ على المنظر البيت، او احيانا الواجهة هي عبارة عن جدار قص بيقاوم للزلازل، بيعمل منه فتحة او نافذة او اطلالة، او بيفتح شقة على شقة بنسبة ذلك العناصر الإنشائية. أحياناً هي هذا الشيء هالعيب ما بيظهر، وأحياناً التدعيم اللي بيصير غير فني أو غير محقق، وعلى الأغلب ما بيحقق المحل العمود اللي ينزال، وهذا الشيء بيسبب ضرر أو كارثة لا سمح الله. وكثير في حالات تنبهنا عليها ونبهنا عليها المواطن تم استدراكها. صحيح. كمان استاذ يعني عم نشوف نحن اليوم من رخص الترخيص صار في كثير تجديد، وخصوصاً بعد هاي المشكله، يمكن أو وقت الحرب صار في كثير اماكن اللي هي اصلا عشوائيه صار فيها تمادي، لانه صار في نزوح عدد كبير من المحافظات لاماكن معينه مثل دمشق وغيرها، فبالتالي زادت عدد المخالفات. حاليا صار في تجديدات كثير كبيره من المحافظه، محافظه دمشق قدر المستطاع بتحاول توقف البناء العشوائي بالاماكن اللي اصلا هي موجوده. يعني نحن بسنه بسنتين كنا شايفين بنايه 4 طوابق فجاه لقيناها 8 طوابق، وهي اصلا مبنيه عشوائيا، يعني ما انا مستوفاه مثل ما بيقولوا الشروط الاساسيه لسلامه البناء. هل في مشروع لدراسه هذا الموضوع، العمل عليه، كيف ممكن تداركه؟
حقيقة محافظة دمشق تنبهت عليها مثل أي محافظة، بالتعاون مع نقابة المهندسين بعد حادثة الزلزال حيصير أو بالأحرى صار في شيء تعديل بالكود العربي السوري اللي هو محطوط اشتراطات ومحددات لتنفيذ البناء بحيث يحقق مقاومة أعلى للزلازل. هذا من ناحية الأبنية الجديدة اللي بدها تطلع المرخصة واللي بدها ترخص مستقبلا تمام واللي بدها ترخص مستقبلا. طبعا موضوع مخالفات البناء، محافظة دمشق عم تتابع مباشرة بشكل دوري أي حدوث أي مخالفة وتوعي المواطن وتمنع المواطن من أي ارتكاب أي مخالفة نظرا لضررها الواضح. وبالتالي الموضوع المخالفة أثبتت أنه هي ضرر على الساكن، يعني موضوع المسامحة ولا التساهل هذا يعني لازم نحط على جنب، هي المصلحة العامة سلامة المواطن لا سمح الله، لأنه للأسف لما يصير انهيار خصوصي للبيت أو العقار أو المنشأ المخالف ما بيعطي إنذار لا بيطقطق لا ما بيعطي تنبيه حتى يتنبه المواطن يطلع، بيصير انهيار مفاجئ وبشكل غير متوقع وما بيتوقع الواحد كيف سلوك العنصر بده يصير بعد الحادث أو شيء. وبالتالي محافظة حريصة وخصوصي أيام العطل بتنبه إخوة المواطنين وبتتابع هالقصص، والحمد لله المخالفات في يعني بلش يوعى المواطن بعد ما صارت حادثة الزلزال إنه شيء المخالفة هي ممكن يكون مكسب وحلت جزء من المشكلة، لكن نفس الوقت هي لازم نحد منها وحدنا الثقافة. أول شيء بنحقق المسكن طبعا بالتعاون مع مؤسسة العامة للإسكان بالسكن الشبابي والسكن البديل، حقق موضوع المسكن الصحي الهادئ اللي بيحقق إنارة وراحة نفسية واستقرار إنشائي وخدمات وديمومة طبعا. يعني كمان اليوم مسؤولية كتير كبيرة على المواطن وقت بيصير في عنده تصدعات أو تشققات بالشقة بس يلي هو ساكن فيها، مسؤوليته هون طيب بتنحصر بس بشقته ولا بتشمل كمان المرافق المشتركة أو الخزانات أو ألواح الطاقة الشمسية؟ وكيف يعني ممكن أنه يكون في ضرورة لهالشيء أنه يكون لحاله بس أنه يتحمل المسؤولية؟ طبعا مسؤولية المواطن ببلغ عن الوحدة تبعه وحدة سكنية في حال إذا في عيوب أو شيء أو بعض عناصر الإنشاء أو القبو اللي هو كان مثلا مصمم ملجأ تعدل فيه إنشائيا صار فيه حمولات أو صار فيه هبوطات غير متوقعة نتيجة أعطال صرف صحي أو ريجار أو الشبكة العامة، وجود خزانات متراكمة. طبعا نحن أجهزة محافظة دمشق بيجينا من خلال دوائر الخدمات تبليغ عن اي حاله انشائيه او في مشكله، والمواطن ووحدات الهندسيه بمحافظه دمشق بتطلع مجانا بتعاين الحاله وبتحدد مدى خطورتها وبتجيرها انه لاتجاه بحاجه للتدعيم بحاجه لاصلاح. العطل بسيط طبعا، احنا كمان كنا اغلب شوفنا كانت تطمينات للمواطن انه الوضع عندك طبيعي ما خطر هذا مو شيء هذا كذا، وطبعا في وسائل للمتابعه من خلال انه نحط علامات نحط مؤشرات نشوف التشقق نحط عليه تاريخ انه هذا تطور، مما يعني هلا ممكن يكون التربه لو فرضنا اللي تعمر محلها المحضر لو فرضنا وزنها 200 طن تفرغ ال 200 طن صار في خلل، رجع البناء تعمر وزنه 500 طن صار في اكساء صار 10000 طن لو فرضنا، صار في سكن وفي حركه صار 200 صار في ارتكاز زياده حموله على البناء، هذا ما اثر لكن عطاء متانة أكثر واستقرار وأدى إجهاد ضمن إمكانيات البناء ما أثر عليه، لكن شو بيعمل بيصير بيسموه ترييح، يعني بيصير تنسيمات تحت الشبابيك تحت عتبات النوافذ صحيح. تحت عتبات الأبواب بسيطة. الشيء المواطن لازم ينتبه عليه أنه المرافق المشتركة اللي هي المعدة للاستخدام المشترك فوق بيت الدرج المصاعد في حال أي مساس فيها بوضع طاقة شمسية بشكل عشوائي بشكل غير فني غير مدروس، خزانات المياه خزانات المازوت ممكن لها خزانات المازوت ممكن خطرة تعمل حريق لا سمح الله لا يحمد عقبة، وكذلك مثل ما قلنا المخالفات بشكل أساسي أكيد. ويضيف كمان موضوع الواجهات، يعني المواطن كمان لازم يتنبه، انا لو فرضنا عند شباكي انا مكبر انا شباك بيتي مشان انا احقق نظاره اكثر وكذا، هذا مساس بالجمله الانشائيه ومساس بالحق حق الاخرين، صحيح انه الشباك لي لكن هي الواجهه تبعي هي واجهه البناء ككل، يعني نحن بدنا ناكد ننتبه على كل التفاصيل التعاون الجماعي مع لجان الابنيه مع الناس
يعني أنا حريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. صحيح. أكيد بالنهاية بدنا نتمنى السلامة للجميع، وأي حدا بيشوف ببيته تصدعات أو تشققات دائما هو فورا يخبر اللجنة لحتى تجي وتكشف لحماية أكيد حياتكم وأسركم. وشكرا لك، كنت معنا اليوم المهندس غسان معلولي رئيس لجنة الترابط الإنشائي، أهلا وسهلا. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير، إن شاء الله ميلاد مجيد على وطننا الغالي وأهلنا الطيب. شكرا لك. شكرا لك.